دي السمكة يا جماعة لسه طالعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في رحلة جديدة من منوعات رحالة. النهاردة احنا في تجربة جديدة في كفر الشيخ، فيها معلومات مهمة، أو التجربة تفاصيل التجربة أو تفاصيل الرحلة فيها حاجات مهمة. احنا جينا الصبح على مية كده صغيرة اللي احنا صورنا عليها الفيديو اللي فات، المية كانت خاسة جامد، فعملنا طبعا العلفة بتاعتنا، المراية بتاعتنا بالغلة والعلق، ونزلنا بالغلة. الغلة ما نطقتش خالص، طبعا كان معايا دود أرض. أنا بنشتغل بثلاث عيدان يا جماعة، دايما بنخلي فيهم عود دود أرض، الكلام ده دايما في صرف المزارع. دود الأرض اشتغل معايا، بس اشتغل معايا سمك صغير شر مش كفافي كمان يعني، بس كان سمك كتير خالص. فالمهم صلينا الجمعة ورحنا على مية تانية. بص يا جماعة، وصف المكان والله قسما بالله العظيم احنا بنعرف احنا قاعدين فين. احنا بندور كده، بنبص بيبقى لينا نظرة في المية، يعني مثلا بنختار مية واسعة تكون فيها طيار يعني متحركة، وبنشوف بتكون عليها ادوار، بنبدأ نستنضف دور لنفسي بنرشه وبنتعامل. فأنا ما بنبش مرتبط بمكان معين ولا اسم معين ولا دور معين. يعني على سبيل المثال نوري لكم الدور ده ونرجع نكمل كلامنا. طبعا دي المايه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفينها، واسعه متحركه سنه، ودول التلات عيدان بتوعي. طبعا على المرايه بنحط الغله، وعلى الشمال مثلا او اليمين بنحط دود الارض. الدور زي ما انتم شفتوا كده، لقيت دور متنظف متجوف، بدات نرش له ونبدا نحط فيه كل خبرتي، يعني نندغ له غله ونرميها له، نرش علف، بس اهم حاجه تكون بكميات بسيطه وباستمرار، يعني باستمرار وكميات بسيطة. طبعا العدة المستخدمة انا شغال ب 3 متر، العيدان بتاعتي كلها 3 متر، الخيط بتاعي كله خيط 30، الاساسي بتاعي كله 25، شغال برشتين وفلة. السنار المستخدم الدود الارض شغال بسنار 6، والطعم شغال بخمسة واربعة. تمام يا جماعة، نكمل بقى بقية كلامي. جينا على المية دي يا جماعة وعلفنا، وبعد ما علفنا قعدنا ايه نحايل في السمكة. طبعا احنا كنا جايين هنا بعد الظهر بعد صلاة الجمعة، يعني تقريبا كده العصر بدأ يدخل لنا سمكة محملة شوية، سمك خشن يعني، منه انتيات ومنه ذكرة. اشتغلت معانا بتاع ساعة تقريبا او ساعتين، بس للأسف المية نزلت. المية لما نزلت السمكة وقفت. انا بدأت نغرق المراية ونبدا ايه عليها من جديد. نوري لكم بقى السمكتين اللي احنا ايه خدناه. بص يا جماعه، دي احجام السمك اللي انا خدتها. الازازه دي لتر ونص، حجم السمك باين عليها، الشر هو باين في الركن ده، يعني دي الاحجام اللي هي دخلت لنا. الحمد لله والشكر لله، طبعا قدرنا نتسلى وقدرنا نعمل فيديو وقضينا يوم كويس يعني بفضل الله. هو كان الرحله فيها صبر كتير، لان طبعا الفتره من الفجر لحد بعد الظهر دي كانت فاشله معانا خالص، لولا ستر ربنا علينا السمك دخل لنا ايه الساعه اللي قلت لكم عليها. وعلى فكره يا جماعه، السمكه حنكها طري جدا، يعني هي تقريبا كده طالعه من البخ وهتبدا تاكل. على ما اظن يعني بخبرتي والعلم علم الله، ان اسبوع ولا اسبوعين والسمكه هتاكل بشراها. اظن كده كمان اسبوعين بالظبط السمكه هتاكل بشراها جامد. بعد كده بقى يا الموسم يطول شوية يا إما يقفل، الله أعلم يعني. بس اللي أنا شايفه إن السمك اللي أنا طلعته سمك طري، يعني كان بقه بيتشرط من الصنار. بص يا جماعة، أنا دايما مخلي على الجرفة عود العيار بتاعه مثلا ايه 20 سنتي، ده لما نلاقي فيه عقار على المراية. العود ده لما بينزل بسمكة كويس، واوقات انا نضرب الريشة وهي نازلة، واوقات السمكة بتضرب نفسها. حصل معايا كده مرة النهاردة اكتر من مرة، لقيت سمك ضرب نفسه. العود اللي انا طلعته ده طبعا عود الطعم، نركنه زي ما قلت يا اما على اليمين يا اما على الشمال. انا دلوقتي راكنه على ايه، على ايدي اليمين زي ما انتم شايفين كده، ده ضد ارض.
انا الطعم يا جماعه، معلومه عن صيد الطعم، الطعم قد لما بينقرش على طول والشير شغال عليه اسطب طعم في اي مكان، ودايما بقى بنرش غله، بنرش ايه غله ونرش ايه علف طول ما انا قاعد، شويات زياده كده بس باستمرار، طول ما انا قاعد بنرمي، طول ما انا قاعد بنرمي بنقدر نحضر السمكه ايه في الدور. العود الوسطاني ده بقى ايه على طول نطول العيار بتاعه ونقصره، نشوف ده بيضرب وده بيضرب معايا. لو لقيت السمك بيدخل على عيار ثابت طبعا بنظبط العودين على ايه على نفس العيار، انما مثلا يوم زي ده فيه كعبله وكده زي ما انتم شايفين اهو الريشه دي نزلت بس انضربت على الفاضي، يوم زي ده فيه كعبله فنثبت عيار ونخلي عيار رايح جاي. تمام يا جماعه، وربنا يرزق الجميع ان شاء الله. هو برضو ايه الموسم لسه ما دقش، مش عارفين ان شاء الله هيدق ولا لا، بس احنا ايه متفائلين خير باذن الله. طبعا يا شباب ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك، ولو اول مره تشوفونا اشتركوا عندنا في القناه. مع تحياتي ليكم اخوكم سامح من منوات رحاله.